السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بطل سنة ستة حبيب قلبي، أهلا بيك. النهاردة إن شاء الله يونت 6 الوحدة الستة والأخيرة، واللي اسمها تيكينج كير، الاعتناء. النهاردة هنتعلم إزاي نعتني بأنفسنا وبشكلنا، والنهاردة هنعمل حاجة اسمها كاندلز، شموع. ازاي بنعمل شموع؟ هقول لك انا الطريقه النهارده وانت بقى طبقها براحتك. بس قبل ما اقول لك الطريقه، البطل طبعا بيكبر الصوره ويعلي الجوده، بيعمل تدوير لشاشه التليفون علشان يشوف كل حاجه واضحه، وبيجيب ورقه وقلم علشان يكتب ورايا، وبيديني اللايك الجميله بتاعته. ويلا يا ابطال نبدا مع بعض فيديو النهارده. Let's get started. ابطالي الحلوين، يلا نبدا. اول كلمه معانا النهارده وهي perfume oil. طيب يا ابطال، كلمه perfume اللي هو العطر، اوكي، perfume البرفان او العطر، perfume perfume perfume. وكلمه oil يعني زيت، oil. طيب لما اقول perfume oil يعني زيت عطري، perfume oil زيت عطري، perfume oil زيت عطري، اوكي، اتفقنا؟ perfume oil زيت عطري. تاني كلمة معانا يا أبطال، instructions التعليمات. علشان نعمل حاجة لازم follow instructions، نتبع التعليمات. في تعليمات هتتقال لنا واحنا هنتبعها علشان في الآخر خالص نقدر نعمل الكاندلز، الشموع. ففي instructions، instructions تعليمات، instructions احنا طبعا بنقسمها يا بطل، instructions التعليمات، اوكي، instructions التعليمات، instructions 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 instructions. read يقرا، out تقرا بصوت عالي. ايه النقط دي بقى؟ هنحط احنا بنقرا ايه هنا، اوكي. read the book out يقرا الكتاب بصوت عالي. read the story out يقرا القصه بصوت عالي. read the instructions out يقرأ التعليمات بصوت عالي. تعليمات صناعة الكاندلز، أبدأ إن أنا أقراها بصوت عالي. read out read out يقرأ بصوت عالي. ومن هنا جت أول جملة، can you read the instructions out. can you read ممكن تقرأ the instructions التعليمات out، ممكن تقرا التعليمات بصوت عالي بس علشان اكتب وراك، علشان يعني افهم منك هنعمل ايه بالظبط. واكس الشمع الخام، واكس 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 الشمع الخام، واكس 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 ماده الشمع الخام، واكس واكس. بام واكس، اوكي، بام واكس، بام نخله، واكس شمع، بام واكس شمع النخيل، اوكي، الشمع اللي جاي من النخيل ده، بام واكس بام واكس بام واكس شمع النخيل، الشمع ده جاي من شمع النخيل، بام واكس بام واكس بام واكس بام واكس بام واكس، اوكي، بام واكس. smell lovely رائحته جميلة او تبدو رائحته جميلة. smell lovely smell lovely smell lovely smell lovely له رائحة جميلة، رائحته جميلة، اوكي، شم حاجة حلوة كده، قول it smells lovely it smells lovely smell lovely. ومن هنا جت الجملة دي، these flowers هذه الزهور smell lovely رائحتها جميلة. these flowers smell lovely، عارف لو كان مفرد، لو كانت flower كنت قلت smells. طيب جت جملة كمان بتقول how much do we need، يعني ايه how much هنا؟ ما الكمية؟ احنا بنعمل حاجة، بنعمل candles، فاحنا محتاجين كمية قد ايه wax، كمية قد ايه، how much، ما الكمية do we need اللي احنا محتاجينها. how much wax نبدأ نحدد اهو، ما كمية الشمع do we need اللي احنا محتاجينه. شفت الجملة وضحت دلوقتي اكتر، how much wax ما كمية الشمع do we need. كلمة squeeze ده فعل بمعنى يعصر، squeeze 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 squeeze
سكويز زي كده لما تعصر ليمونة. اوكي سكويز يعصر سكويز. وبالمناسبة يا حلوين ده فعل منتظم هضيف له حرف دي في الآخر ويبقى ماضي سكويز. drops of oil قطرات الزيت. drops of oil احنا عارفين oil زيت لسه قايلين drops of oil قطرات الزيت. drops of oil drops of oil drops of oil. squeeze in about اعصر يعني حوالي 40 drops of oil 40 قطرة من الزيت. اعصر كده حوالي 40 قطرة. squeeze in about 40 drops of oil. okay. دي من الـ instructions فاكر التعليمات. glasses اكواب اكواب زجاجية glasses glasses لها معنى تاني النظارة. glasses المفرد glass الكوب glasses اكواب glasses glasses. جت جملة بتقول ايه يا شطار؟ we need 3 glasses احنا محتاجين 3 اكواب. اوكي okay. علشان كل كوباية تبقى candle بعد كده شمعة. we need 3 glasses to make 3 candles. we make a we need احنا محتاجين 3 glasses 3 اكواب ل to make علشان نعمل 3 candles 3 شموع. we need 3 glasses to make 3 candles. كلمة press او الفعل press بمعنى يضغط. press 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 وده فعل منتظم يعني هنضيف له ed ويبقى past ماضي press press press. طيب press on يضغط على press on okay. on on على press on يضغط على on the top of على قمة وتقول على قمة ايه بقى of ايه يعني مثلا on the top of the box على قمة الكتب the apple is on the top of the box on the top of on the top of the candle على قمة الشمعة مثلا okay. on the top of. ومن هنا جت الجملة دي we press نحن نضغط the flowers الزهور on the tops of the candles على قمم الشموع. يا سلام يا سلام يعني على قمة الشموع بنضغط زهور. الله حلو. wick الفتيل. okay. wick الفتيل ده يا ولاد عبارة عن خيط. okay. بس خيط لما بنولع فيه النار بتمشي فيه اسمه wick 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 الفتيل wick wick. اوكي ويك ويك الحبل القطني الرفيع ده. اوكي كوتن روب عباره عن حبل قطني. ويك 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 هنا طبعا السي كي نطقها ك ك ك ويك. كوتن روب حبل قطني اللي هو الويك. يعني انا لو عرفت الويك الفتيل هقول ذا ويك از ا كوتن روب. هو ثين كوتن روب حبل قطني رفيع. يا بطل كلمة cotton يعني قطن أو قطني. rope 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 يعني حبل. cotton rope يعني إيه يا شطار؟ حبل قطني. cotton rope cotton rope cotton rope cotton rope cotton rope. أهو ليه تعريف؟ تعريف الويك الفتيل اللي بيبقى في الشمعة الخيط الصغير ده اللي احنا بنولعه. اوكي تعريف الويك هو the little cotton rope الحبل القطن الصغير ده inside the candle اللي جوه هو ماشي جوه جوه الشمعة هو ده الويك الفتيل. اوكي هو عبارة عن the little cotton rope الحبل القطني الصغير inside the candle. طيب تعالى لكلمة popsicle sticks أعواد المصاصات. popsicle sticks popsicle أصلا popsicle هي الآيس كريم. popsicle sticks كلمة stick يعني عود أو عصا. popsicle sticks أعواد المصاصات. okay. popsicle sticks popsicle sticks popsicle sticks popsicle sticks popsicle sticks هي مهمة أوي أوي. popsicle sticks popsicle pop sickle popsicle popsicle sticks. طيب hold يمسك.
اوكي هولد يمسك وبرضه يثبت اوكي هولد هيلد هولد هيلد لان هي جايه منها هولد اب بتقيم حاجه بتمسكها كده بايه بتصلبها كده اوكي هولد هيلد هولد يمسك هولد هيلد هولد هيلد ايه ده فعل غير منتظم يعني انا ما قلتش هولد هيلدد اوكي هولد هيلد الباست هيلد فهولد يمسك هولد اب يثبت هولد اب يثبت بتثبت حاجه بقى هولد اب 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 وفي النقط هنا هنقول احنا بنثبت ايه هتيجي الجمله دلوقتي وهتشوف الجمله بتقول وي نيد سام احنا محتاجين علشان نعمل كاندلز هنكون محتاجين ايه سام بوبسيكل ستيكس بعض اعواد المصاصات ليه تو هولد ذا ويكس اب علشان تثبت الفتيل ما هو الفتيل ده خيط حبل حاجه صغيره ازاي هتبقى ثابته اعواد المصاصات وي نيد سام بوبسيكل ستيكس احنا محتاجين بعض اعواد المصاصات تو هولد ذا ويكس اب علشان تثبت الفتيل ان ذا جلاسز في الاكواب اوكي اوكي نقولها كمان مره وي نيد سام بوبسيكل ستيكس وي نيد سام بوبسيكل ستيكس to hold the wicks up in the glasses. تاني, we need some popsicle sticks to hold the wicks up in the glasses. في جملة بتقول what do we need to do first? What do we need? ماذا نحن نحتاج؟ بص يا بابا أداة استفهام فعل مساعد فاعل. Okay? أداة استفهام اللي هي what. اوكي وفعل مساعد اللي هو دو والفاعل اللي هو وي وات دو وي وبعد كده نيد وات دو وي نيد ماذا نحن نحتاج تو دو ماذا نحتاج لكي نفعل فيرست اولا وات دو وي نيد تو دو فيرست وات دو وي نيد تو دو فيرست الفعل هيت يعني يسخن هيت هيت اوكي هيت يسخن احنا هنسخن او هنسخن هيت heat heat وده فعل منتظم يعني الباست منه ايه heated هنزود ed heat يسخن heat stir الفعل stir يعني قلب stir stir والباست منه stirred احنا هنضعف بس ال r ونضيف ed stir stirred okay stir stirred stir بيقلب stir stir فعل سهل اربع حروف S-T-I-R طيب soap crystals بلورات الصابون okay soap crystals soap soap اللي هو الصابون soap crystals اللي هي البلورات soap crystals بلورات الصابون soap crystals soap crystals soap crystals بلورات الصابون soap crystals أو كريستالات الصابون soap crystals بلورات الصابون flower petals بتلات الزهور كي الورق ده flower petals flower عارفينها زهرة petals البتلة petals 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 flower petals بتلات الزهور flower petals flower petals flower petals okay flower petals ingredients المقادير ما اي حاجه هنعملها سواء اكله او حاجه مثلا زي شموع او كده لازم في ingredients هنستخدمها مقادير مكونات ingredients 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 okay ingredients المقادير او المكونات ingredients ingredients الكلمه دي على فكره لو انت رجعت بالذاكره لسنه رابعه هتلاقيك واخدها فعلا ingredients 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 okay ingredients جبنا جمله يا بابا بتقول put the ingredients for your soap in a bowl put ضع the ingredients المقادير for your soap بتاعه الصابون بتاعك
in a bowl في وعاء. طيب كلمة وادن، وادن خشبي، هي جاية من ود خشب. وادن خشبي، سبون معلقة. وادن سبون معلقة خشبية. وادن سبون، وادن سبون، وادن سبون، وادن سبون، وادن سبون، وادن سبون، معلقة خشبية. الجملة بتقول stir، قلب. The ingredients، قلب المقادير. With a wooden spoon، بمعلقة خشبية. سهلة جدا. حاضر. Stir the ingredients، قلب المقادير. With a wooden spoon، بمعلقة خشبية. Take، يأخذ. Okay. Take والpast took، يبقى ده فعل ايه يا أولاد؟ فعل irregular، غير منتظم. Take took، take took. طيب take حاجة off the cooker، بترفع حاجة من على البوتاجاز. okay take، okay take مثلا the pot، الحلة. off، off off the cooker، cooker اللي هو البوتاجاز، okay او الموقد. take off the cooker، تاخد حاجة من على البوتاجاز، بترفع حاجة من على الموقد. take off the cooker، take off the cooker، take off the cooker، okay take off the cooker، take off the cooker، take off the cooker. عندي جملة بتقول لي take the ingredients، خد المقادير بقى اللي احنا قلبناها دي وسخناها. off the cooker، من على البوتاجاز. مش احنا قلنا سخن، وبعد ما تسخن قلب، وبعد كده ارفع من على البوتاجاز. take the ingredients off the cooker. container، وعاء. okay حاوية، صندوق. container، 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 وعاء. container، 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 container. press، اضغط. the ingredients، المقادير. into a soap container، في وعاء الصابون، وعاء كده قالب تحط فيه المقادير. okay وبعد كده تبقى صابون. انت يا مستر ما كنتش بتتكلم في الشموع؟ ايوه، ما هو في شموع وفي صابون برضو. دي بقى اللي هي الانستراكشنز، التعليمات for making soap. press the ingredients، اضغط المقادير. into a soap container. طيب add، الفعل add يضيف، طبيعي لازم انت بتعمل حاجه فانت بتضيف. اوكي بتعمل طبخه، بتعمل وصفه لحاجه، فلازم في اضافه، حاجه هتضيفها. add، add، add. والpast added، added، add، added، وده فعل منتظم. add يضيف، add، add، add. والماضي اضاف، added. الجملة دي يا شطار سنة ستة بتقول you can add، بإمكانك أن تضيف. flower petals، بتلات الزهور. يا سلام، صابون كده وعليه بتلات الزهور. to make the soap، علشان تجعل الصابونة اللي انت بتعملها look and smell lovely، تبدو okay شكلها ورائحتها smell lovely، جميلة، يبقى شكلها جميل وريحتها جميلة. you can، خطوة اختيارية، you can، بإمكانك add، انك تضيف. flower petals، بتلات الزهور. ليه؟ ليه أضيف بتلات الزهور على الصابون؟ to make the soap look and smell lovely. sugar، اللي هو انت اللي هو بتتفرج على الفيديو دلوقتي، السكر. sugar، 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 السكر. sugar، 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 okay sugar. salt، الملح. salt، 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 الملح. quantities، كميات. quantities، 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 كميات. quantities، quantities. measurements، القياس او وحدات القياس. measurements، 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 وحدات القياس. measurements، 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 وحدات القياس. measurements، وحدات القياس. measurements، measurements.
وحده قياس الاوزان كيلوغرامز، الكيلوغرامات، كيلوغرامز كيلوغرامز، وطبعا الجرامز برضو بس الجرامز للحاجات الخفيفه والكيلوغرامز للحاجات الثقيله، كيلوغرامز جرامز الجرامات، جرامز حاجات الخفيفه جرامز، فجرامز الجرامات. ليترز اللترات، اوكي برضو من الميجرمنتس من وحدات القياس قيس بيها السوائل، ليترز اللترات، ليتر لتر، ليتر ليتر ليتر، والليترز اللترات. ميلي ليترز الميلي لترات، ميلي ليترز ميلي ليترز ميلي ليترز من وحدات القياس، وهي طبعا اصغر من الليترز، ميلي ليترز. packages عبوات، packages 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 عبوات، packages package عبوة، packages عبوات، packages 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 packages. cans العلب المعدنية، cans cans cans، والمفرد can علبة معدنية cans. كلمة natural يعني طبيعي، natural 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 طبيعي، natural natural natural. look for يبحث عن، look for مش معناها ينظر بقى هنا، for غيرت المعنى، يبحث عن، what are you looking for انت بتدور على ايه، look for. brush يسرح او يمشط، brush، والpast brushed brush brushed brush brushed brush brushed brush brushed. طيب احنا عندنا جملة بتقول we can use perfume oil، احنا ممكن نستخدم الزيت العطري، فاكر الزيت العطري كان في اول الفيديو، احنا ممكن نستخدم الزيت العطري to make candles علشان نعمل منه شموع، اه فعلا احنا ممكن نستخدمه ونعمل منه شموع. كوكر البوتاجاز، فاكر لما قلنا take off the cooker شيل من على البوتاجاز، كوكر كوكر. melt يذيب، melt 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 يذيب، melt 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 يذيب، وده فعل منتظم يعني هنضيف له اي دي ويبقى melted. have something in mind لديه شيء ما في عقله في تفكيره، اقول لك انا عاوز اعمل حاجة جديدة فانت تسألني وتقول لي طب يا مستر do you have something in mind، في حاجة في مخك كده، في حاجة بتفكر فيها، do you have something in mind do you have something in mind. have something in mind لديه شيء ما في عقله، have something in mind have something شيء ما in mind. look lovely احنا خدنا smell lovely رائحته جميلة، طيب look lovely شكله جميل، اوكي يبدو جميلا look lovely، وممكن نقول look and smell lovely نجيب الاثنين شكله وريحته جميلة، look lovely look lovely تشوف حاجة حلوة كده تقول it looks lovely. دي كانت اخر سلايد يا حبايبي، فاحنا دلوقتي بقى خلاص نفتح بقى كتابنا ونبص مع بعض في الكتاب، يلا بينا. فتحنا كتابنا يا ابطال، عندنا يونت 6 الوحده السادسه، taking care الاعتناء، حتى شكل الوحده كده في اعتناء باين، وهناخد lesson 1 الدرس الاول let's make candles يلا نعمل شموع، احنا مش هنعمل شموع بس احنا هنعمل شموع وصابون. طيب الكلمات عندنا popsicle sticks اعواد الايس كريم او المصاصه الاعواد الخشبيه، drops of oil قطرات الزيت drops of oil، wax الشمع الخام، press يضغط، stir يقلب، squeeze يعصر، heat يسخن. عندنا خطوة step، what's the first step ما هي أول خطوة، step step step. الفتيل wick wick. التعليمات instructions
instructions. Follow the instructions. اتبع التعليمات. Read the instructions out. يقرأ التعليمات بصوت عالي. أكواب زجاجية. Glasses. Glasses. والقياسات. Measurements. Measurements. شمع النخيل. Palm wax. Palm wax. شمع النخيل. Package. Package. حزمة أو عبوة. Cooker. الموقد أو البوتاجاز. Cooker. إناء أو وعاء. Container. Container. Sugar. سكر. Sugar. بلورات الصابون. Soap crystals. Soap crystals. بتلات الزهور. Flower petals. Flower petals. والكميات. Quantities. Quantities. يذيب. Melt. Melt. زيت عطري. Perfume. Oil. Perfume. Oil. مكونات. Ingredients. Ingredients. معلقة خشبية. Wooden spoon. Wooden spoon. Wooden spoon. حبل من القطن. Cotton rope. Cotton rope. Cotton rope. اللي هو الفتيل. طيب هنا بيقول لي الافعال عندك الفعل المنتظم stir يقلب الباست منه stirred هنضعف الاور يضيف add add والباست منه added added ياخذ take والباست منه took take took يمسك hold والباست held مسك held وعندنا expressions هامة زي have something in mind يفكر في شيء او لديه شيء ما في عقله have something in mind take وتقول take a off the cooker بتاخد حاجة من على البوتاجاز بترفع حاجة من على الموقد take off the cooker smell lovely تبدو رائحتها طيبة او رائحتها جميلة smell lovely hold up بتثبت بتمسك بتسند حاجة hold up on the tops of على قمم on the tops of on the tops of the candles على قمم الشموع read out يقرأ بصوت عالي read out look lovely يبدو جميل look lovely عندنا محادثة بين ليلى ومامتها يا بطل بتقول طبعا عندي الأول سؤال what do ليلى and her mom make ماذا ليلى ومامتها بيعملوا تعال نقرأ ونشوف هما بيعملوا ايه مامي بتقول لي ليلى هاي ليلى I love making things أنا بحب صناعة الأشياء Why don't we لما لا make something new نعمل حاجة جديدة عارفاني كده يا ليلى بحب أعمل شوية حاجات طيب ليه الوقتي ما نعملش حاجة جديدة فليلى بتقول لها That's great idea That's a great idea فكرة هايلة Do you have something in mind بتفكري في حاجة معينة في حاجة معينة في عقلك Do you have something in mind فماما قالت لها بصي I have some perfume oil أنا عندي زيت عطري We can use it to make candles ممكن نستخدم الزيت ده علشان نعمل شموع We can use it to make candles فليلى قالت candles شموع واو علامة تعجب I love it أنا بحب ده جدا وعلامة تعجب لأن الكلام طالع بمشاعر قوية I love it فهنا ماما قالت Here are the instructions التعليمات خدي ورقة التعليمات Can you read them out ممكن تقريهم بصوت عالي to me ليا فقالت Right حسنا First أولا We need some wax نحن نحتاج بعض الشمع الخام أكيد هنعمل شمعة ازاي من غير wax شمع خام فماما قالت Here it is ها هو It's palm wax وده مش أي شمع ده شمع النخيل From Egyptian palm trees من أشجار النخيل المصرية It makes really nice candles بيعمل فعلا شموع جميلة جدا How much do we need ما الكمية اللي احنا محتاجينها محتاجين قد إيه فليلى قالت It says التعليمات بتقول Use 450 grams 450 جرام of wax من الشمع to make three candles علشان يعملوا ثلاث شمعات فماما بصت على الواكس اللي عندها لقته 500 جرام يعني قريب okay there is about 500 grams here that's enough هذا يكفي what's next ايه اللي بعد كده خلاص هنعمل three candles
فليلى بتقول we need some perfume oil، احنا محتاجين زيت عطري. فماما قالت here، اهو these are little bottles of lemon oil، كام زجاجة كده صغيرة من زيت الليمون. they smell lovely، رائحته جميلة. how much do we need، احنا هنحتاج قد ايه بالظبط؟ فقالت the instructions say، التعليمات بتقول squeezing، اعصري about، حوالي 40 drops of oil، 40 قطرة من الزيت. fine، هايل. and we can take about 15 flowers، وممكن ناخد كده 15 زهرة. and press them on، ونضغطهم على the tops of the candles، قمم الشموع. ايه رأيك؟ دي الاضافة بتاعتنا، التاتش بتاعنا. فليلى yes good idea. then we need one glass، احنا محتاجين كوباية for each candle، لكل شمعة، كل شمعة تتعمل في كوباية، معنى كده ان احنا محتاجين 3 كوبايات. and one wick، ومحتاجين wick، wick اللي هو الفتيل. فليلى بتقول لي ماما ايه هو الwick، الفتيل؟ that the little cotton rope، الحبل القطن الصغير، inside the candle، اللي جوه الشمعة. فماما قالت oh yes، ايوه. and we need some popsicle sticks، واحنا محتاجين اعواد ايس كريم او مصاصات. ليه؟ to hold، علشان يسند the wicks up in the glasses، يسند الفتيل في الكوب. so that's 3 glasses، يبقى 3 اكواب، 3 wicks، وتلاتة من الفتيل، and 3 popsicle sticks، وتلاتة من اعواد الايس كريم. right، صح. now what do we need to do first، محتاجين نعمل ايه اولا؟ فماما قالت let's see، يلا نشوف كده. step 1، بعد ما جبنا الانجريدينتس، المقادير، الخطوة الاولى heat the wax، سخن الشمع، to melt it، علشان تذيبه، then stir it well، وبعد كده قلبه، وبعد كده، وبعد كده ايه يا ليلى؟ ايه يا ماما؟ وبعد كده ايه؟ طيب، طب تعالوا، طب كم احنا اندمجنا، we're interested and excited، احنا مهتمين ومتحمسين، انتوا رحتوا فين؟ طيب مشيوا خلاص على كده، يعني بعد ما كنا هنجهز الحاجه ونعملها. طيب هو بيسالني في اللي فات to make eight candles use 450 grams of wax، علشان تعمل كام شمعه؟ بنستخدم 450 جرام عشان نعمل 3 شمعات 3. طيب يا ترى ايه is a little cotton rope، الحبل القطني، inside the candle، اللي جوه الشمعة، ده الويك. بالنسبة للميجرمنتس، وحدات القياس أو القياسات، فإحنا عندنا طبعا كيلو جرامز، الكيلوغرامات، الأوزان التقيلة، جرامز، الجرامات، الأوزان الخفيفة، ليترز، اللترات، للسوائل، واللي أقل منها ميلي ليترز، الميلي لترات، سبونز، المعالق، أو لك خد معلقة معلقتين، باكجز، العبوات، كانز، العلب الصفيح. طيب قال لك هنا to make soap، علشان تعمل صابون you need، انت محتاج، محتاجين ايه؟ ايه الانجريدينتس لصناعة الصابون علشان نعمل صابون؟ قال لك محتاج salt، ملح، محتاج water، مية، ومحتاج soap crystals، بلورات الصابون، oil، زيت، وperfume oil، زيت عطري، flower petals، بتلات الزهور. ايه ده؟ ده هما جد ده هيقولوا لنا ازاي نعمل صابون؟ ده خطوات كاملة هنا. طيب تعال نشوف the instructions for making soap، تعليمات صناعة الصابون. number one، put the ingredients for your soap in a bowl، حط المقادير في إناء. heat the ingredients، سخن المقادير، on a cooker، على البوتاجاز. next، stir the ingredients، قلب المقادير، with a wooden spoon، بمعلقة خشبية. take، number 4، take the ingredients off the cooker، شيل المقادير من على البوتاجاز. when the ingredients are hard and cool، لما تلاقي المقادير بقت صلبة، جمدت، وبقت باردة، press them into a soap container،
اضغطهم في وعاء الصابون. You can add flower petals. ممكن تضيف بتلات الزهور to make the soap look and smell lovely. علشان تجعل الصابون شكله وريحته جميلة. وخلاويص. خلاويص الدرس بس لسه الفيديو. عندنا تمارين هنحلها. اول سؤال سؤال listening نص الاستماع يا شطار. شطار سنة ستة بيقول to make soap علشان تعمل صابون. Put the ingredients in a bowl. حط المقادير في bowl في وعاء. Heat the ingredients. سخن المقادير on a cooker على البوتاجاز. طيب. Put the ingredients for your soap in a bowl. Heat the ingredients on a cooker. Heat. سخنها. Next. Stir the ingredients with a wooden spoon. طيب. Next. Stir the ingredients with a wooden spoon. وبعد كده بيقولي take the ingredients of the cooker. When the ingredients are hard and cool, press them, اضغطهم into a soap container في وعاء الصابون. You can add flower petals, ممكن تضيف بتلات الزهور, to make the soap lovely, look and smell lovely. يبقى هنا you can add flower petals to make the soap look and smell lovely. عندك step, خطوة, wick, فتيل, perfume, عطر, press, يضغط, melt, يذيب. To make a candle, علشان تعمل شمعة, you need some wax, محتاج wax, شمعة خام. Drops of a oil, قطرات من الزيت العطري. Perfume oil. A glass of pop, a glass cube. A popsicle sticks. وأعواد ice cream. And a A, وA كمان. Okay. And a wick طبعا. والفتيل. First, heat the wax, سخن. الواكس الشمع الخام to eat انا سخنه to melt it علشان اذيبه and you should stir it well تقلب كويس then squeeze in some drops of perfume oil اعصر بعض قطرات الزيت العطري after that بعد ذلك a some flowers a بعض الزهور press اضغط on the top of the candle على قمة الشمع. He cut the A of the flowers to use it. هو قطع الـ A بتاعت الزهور. قطع الـ petals البتلات. A wick is a little cotton rope. الفتيل هو قطن أو حبل قطني صغير inside the candle. يا ترى إيه the wax to melt it. Then stir it well. إيه the wax to melt it. علشان أذيبه. Heat. سخن. Put little sugar. ضع سكر قليل in the tea في الشاي and stir it وقلبه. Sticks we some need popsicle. We need some popsicle sticks. نحن نحتاج بعض أعواد الآيس كريم. Need wax do how we much. How much wax. ما كمية الشمع. Do we need اللي احنا محتاجينه. طيب think need I you perfume some I think أنا أعتقد you need إنك محتاج some perfume بعض العطر perfume we can oil use candles to make we can use إحنا ممكن نستخدم حاجة اسمها perfume oil الزيت العطري ليه to make candles علشان نعمل شموع Flowers, lovely, these, smell, look, and These flowers, هذه الزهور, look Okay, and smell, lovely شكلها وريحتها جميلة Need what make you do to soap أداة استفهام What, فعل مساعد Do, الفاعل You, كمل Need, what do you need ماذا تحتاج to make soap علشان تعمل صابون طيب في البانكتويشن بيقولك why don't we make something new ببدأ بحرف كابيتال كله عادي وفي الاخر question mark do you have something in mind ابدأ بحرف كابيتال وفي الاخر question mark do you have something in mind هنتكلم على making candles صناعة الشموع paragraph
ومعاك واكس شمع خام بوبسيكل ستيكس اعواد الايس كريم. ايه الباراجراف اللي هيتكتب هنا؟ يلا بينا يا ابطال نشوف ازاي بنكتب الباراجراف ده. طيب باراجراف يونت 6 ليسن 1 اسم الوحده تيكينج كير الاعتناء، والباراجراف على ميكينج كاندلز صناعه الشموع. تعال نشوف اول جمله احنا هنقولها. Making candles is easy. تمام؟ صناعة الشموع سهلة. Making candles is easy. Making candles is easy. سهلة جدا. صناعة الشموع سهلة. There are some instructions to follow. There are يوجد some instructions بعض التعليمات to follow علشان تتبعها. There are some instructions to follow. يبقى making candles is easy. There are some instructions to follow. First, we need some wax. أولا احنا علشان نعمل شموع فطبيعي محتاجين شمع خام. Palm wax شمع النخيل from Egyptian palm trees من أشجار النخيل المصرية makes nice candles بيعمل شموع جميلة. First, we need some wax. Palm wax from Egyptian palm trees makes nice candles. We need some perfume oil. ومحتاجين زيت عطري. We need some perfume oil. يبقى المفتاح بتاعنا النهاردة we need. To make three candles علشان نعمل ثلاث شموع we squeeze in بنعصر حوالي أو بنقطر حوالي about 40 drops 40 قطرة of the perfume oil من الزيت العطري. To make three candles علشان نعمل ثلاث شموع we squeeze in بنعصر about حوالي يعني بنقطر كده حوالي 40 drops 40 قطرة of the perfume oil. طيب we can press some flowers ممكن نضغط بعض الزهور on the tops of the candles على قمم الشموع. We can press some flowers. We can press some flowers on the tops of the candles. We need one glass. احنا محتاجين كوباية for each candle لكل شمعة. And one wick وواحد فتيل. We need one glass for each candle, for each candle, for each candle لكل شمعة. And one wick وفتيل واحد. We need some popsicle sticks. ومحتاجين بعض أعواد الآيس كريم لي to hold the wicks up علشان تثبت تسند الفتيل in the glasses في الأكواب. We need some popsicle sticks to hold the wicks up in the glasses. ده كان فيديو النهاردة. Thank you for watching. شكرا جدا للمشاهدة وانك كملت معايا الفيديو للآخر. اتوحشني كتير جدا. لغاية السيشن الجاي ان شاء الله. سلام يا بطل. Goodbye.